مساء الخير متابعينا ومتابعي عين مصر، اهلا وسهلا بكم من جديد. معكم الان من حادث تصادم قطارين داخل محافظة المنيا صباح اليوم على خط القاهرة أسوان، بعد اصطدام جراج سكة حديد جرار من قطار النوم رقم 1087 بمنطقة ماوسة بالقرب من محطة أبو رقاص. ده أدى إلى سقوط عربة القوة وإحدى عربات قطار النوم بترعة الإبراهيمية زي ما أنتم شايفين ومتابعين مع حضراتكم، وده بمنطقة ماوسة في محافظة المنيا. المصابين حتى الآن حوالي 20 مصاب، يعني داخل مستشفى المنيا تم تحويلهم لمستشفى المنيا العام ومستشفى المنيا الجامعي. طبعا تم الدفع بعدد حوالي 23 سيارة إسعاف مجهزة لموقع حادث القطار، والفحوصات الأولية حتى الآن بيقولوا إن الإصابات تتراوح ما بين كدمات وسحاجات وجروح ظاهرية. الأطباء حتى الآن بيوصلوا تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين وحصر الوفيات. يعني بنتابع معاكم من اصطدام قطارين داخل محافظة المنيا. زي ما انتم شايفين العربيتين نزلوا في ترعة الإبراهيمية في قرية ماوسة. قوات الإنقاذ النهري بتواصل جهودها المكثفة لاستخراج المصابين والوفيات من داخل المياه، وحتى الآن هم في محيط المكان لمتابعة هذا الحدث. طبعا كان في قرارات عاجله من النيابه العامه بشان حادث القطارين. القرارات العاجله بنعرضها مع حضراتكم الان. اول حاجه تشكيل لجنه هندسيه لفحص صلاحيه القطارين واجهزه السلامه، وايضا تشكيل لجنه من هيئه السكك الحديديه لتحديد المخالفات، وانتقال النيابه العامه وخبير الادله الجنائيه لمعاينه غرفه المراقبه، والتحفظ على سائق الجرار واستجوابه لفحص تعاطي المخدرات. دي كانت القرارات العاجله من النيابه العامه بشان حادث القطارين بالمنيا، واللي بنتابع مع حضراتكم الان من موقع الحادث بعد تصادم قطارين، وعلى اثر هذا التصادم سقطوا العربيتين داخل ترعه الابراهيميه. داخل ترعة الإبراهيمية، والآن بيتم إجراء التحقيق في وقعة تصادم قطارين بمحافظة المنيا. حركة القطارات أيضا توقفت صباح اليوم على خط القاهرة أسوان نتيجة تصادم جرار سكة حديد بقطار النوم رقم 1087، وده كان في منطقة ماوسة بالقرب من محطة أبو رقاص بالمنيا. التصادم أدى لسقوط عربة القوة وإحدى عربات قطار النوم بترعة الإبراهيمية اللي أنتم شايفينه مع حضراتكم الآن بعد سقوط العربيتين داخل المياه. الحصر المبدئي في حادث القطارين بيشير لعدد المصابين حوالي 20 مصاب، تم نقل منهم حوالي 19 مصاب للمستشفى المنيا العام مصاب الى مستشفى المنيا الجامعي. راجل عامل كام؟ جاي في الراجل. ما تنزعش، انا ولا حاجه. يا ماشي والله انت فاهم اللي ياخد. هتكتب؟ يعني زي ما شايفين ايضا الاهالي، يعني تجمهر الاهالي هنا في موقع الحادث لمتابعه الحادث عن قرب. عدد مكثف من الاهالي في موقع الحادث. عنده البلد؟ طب ما تعالى يا
صحتك اسمها يا اخي يا اخي اسمها الطفل النائب العام ايضا امر بالتحقيق في واقعه تصادم قطارين بمحافظه المنيا، وامر النائب العام المستشار محمد شوقي بتشكيل فريق تحقيق برئاسه السيد المستشار المحامي العام لنيابه جنوب المنيا الكليه لمباشره التحقيقات في واقعه تصادم قطارين بمحافظه المنيا. كانت القرارات العاجلة النهاردة من النيابة العامة هي ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونا، وطبعا ده الانتقال لمكان الوقعة لفحص القطارين محل الحادث لبيان مدى صلاحيتهم. وتشكيل لجنه من هيئه السكك الحجريه لتحديد المخالفات وانتقال النيابه العامه وخبير الادله الجنائيه لمعاينه غرف المراقبه والتحفظ على سائق الجرار واستجوابه لفحص مدى تعاطيه المخدرات من عدمه. يعني الجو اقوى الان من امام قريه موسى تحديدا بمركز المنيا، وبنشوف معاكم هذا تفاصيل هذا الحادث بعد اصطدام قطارين وسقوط عربيتين من القطار داخل سلعه الجدرانيه، وقوات الانقاذ النهري ما زالت بتكثف جهودها لانتشال المصابين والوفيات من داخل المياه. واللي يعني نقدر نقول الانباء الاوليه حتى الان هي حصر حوالي 20 مصاب تم نقلهم جميعا لمستشفى المنيا العام ومستشفى المنيا الجامعي. حتى الان يعني بيتم تحديد نوع الاصابات من قبل الاطباء، من يعني هل اصابات سطحيه او اصابات بالغه. بنتابع معاكم من هذا الحادث وتفاصيله حتى اللحظات اللي احنا مع حضراتكم فيها. مبسوط انت هتنزل على الحياه دراما. حسام شايفين متابعين معانا يعني حضور مكثف من الاهالي هنا، اهالي محافظه المنيا لموقع الحادث بعد تصادم قطارين في قريه ماوسة، ويعني سقطوا العربيتين داخل مياه ترعة الإبراهيمية. طبعا كان في مصابين وبنحصر معاكم يعني حوالي المصابين حتى الآن، الأنباء الأولية بتقول حوالي 20 مصاب تم نقلهم جميعا لمستشفى المنيا العام ومستشفى المنيا الجامعي. أيضا عرضنا على حضراتكم الآن من قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن حادث القطارين بالمنيا، وهي تشكيل لجنة هندسية لفحص صلاحية القطارين وأجهزة السلامة، تشكيل لجنة من هيئة السكك الحديدية لتحديد المخالفات، وانتقال النيابة العامة وخبير الأدلة الجنائية لمعاينة غرفة المراقبة والتحفظ على سائق الجرار واستجوابه لفحص تعاطي المخدرات. لا واحدة من
بس اعزائي المتابعين متابعي موقع مصر، يعني مع حضراتكم الان من امام حادث تصادم قطارين بمحافظه المنيا. وطبعا عرضنا على حضراتكم ايضا يعني القرارات العاجله من النيابه العامه في التحقيق في واقعة تصادم قطارين بمحافظه المنيا، وده بعد اصطدام جرار بمؤخره قطار 1087 قطر النوم عربيه القوه تحديدا، وده القادم من اسوان باتجاه القاهرة، المسافة ما بين أبو راس والمنيا، وأدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار. طبعا على الفور تم الدفع بالمعدات والأوناش أوناش الطوارئ وفصل القطار على عن العربيتين، وتحرك القطار بالفعل لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة، والآن بيتم الدفع بالمعدات وأوناش الطوارئ لانتشال العربات بعد طبعا انتشال المصابين. ويعني قوات الإنقاذ النهري الآن بتكثف جهودها في محيط مياه ترعة الإبراهيمية لانتشال أي مصابين أو وفيات، يعني نقدر نقول تم انتشال المصابين والوفيات من المياه ونقلهم إلى مستشفى المنيا العام ومستشفى المنيا الجامعي، وبيتم تحديد من قبل الأطباء نوع الإصابات في هذه اللحظة، ما بين يعني هل الإصابات خفيفة وسطحية أم الإصابات بالغة، ده اللي هنعرفه مع حضراتكم خلال اللحظات القادمة. ايضا حضور مكثف من الاهالي زي ما انتم شايفين متابعين معانا، يعني حضور مكثف من الاهالي في محيط المكان. صار عشان تصوروا خمسة دقيقة حاجة أخد عليها الوقت. حضور مكثف من الأهالي في محيط الحادث لمتابعة يعني أخبار الحادث منذ الصباح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني شفنا مع حضراتكم تفاصيل هذا الحادث بعد إصابة يعني أكثر من 20 مصاب داخل أكثر من 20 شخص داخل هذا الحادث، يعني بعد تصادم قطارين بقرية موسى بمركز المنيا. وشفنا مع حضراتكم يعني قوات الإنقاذ النهري ما زالت في المية زي ما أنتم شايفين بتواصل جهودها المكثفة للبحث عن أي يعني أي أشخاص تحت الماء بعد صدام القطارين ووقوع العربيات أو سقوطها داخل مياه ترعة الإبراهيمية. يمكن بنشوف مع حضراتكم الكثير من حوادث القطارات مش بس داخل محافظة المنيا، لكن يعني أكثر من حادث في محافظات أخرى، لكن سقوط العربات يعني كانت النهاردة فجعة على محافظة المنيا بعد سقوط العربيتين داخل ترعة الإبراهيمية وسقوط الركاب أيضا في المياه، وطبعا ده نتج عنه عدد كبير من المصابين. وأيضا يعني حتى الآن الأنباء الأولى بيقول إن الوفيات عدد شخص واحد متوفي، لكن بنتابع مع حضراتكم التفاصيل خلال اللحظات القادمة وبنوافيكم بآخر آخر الأنباء عن عدد المصابين والمتوفين داخل هذا الحادث. بنتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين وخروجهم من المستشفى، طبعا ده بعد نقلهم بعد ما نقلوهم لمستشفى المنيا العام ومستشفى المنيا الجامعي، بنتمنى لهم الشفاء العاجل ان شاء الله وانهم يرجعوا الى اهلهم سالمين غانمين.
أنا محمد. عرضنا أيضا مع حضراتكم يعني خلال هذا اللايف القرارات العاجلة من النيابة العامة بشأن حادث قطارين، وطبعا ده كان يعني في اللحظات الفاصلة اللي كانت أربع قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن حادث قطارين بالمنيا، وهو تشكيل لجنة هندسية لفحص سلامة القطارين وأجهزة السلامة، وأيضا تشكيل لجنة من هيئة السكك الحديدية لتحديد المخالفات، وأمرت النيابة العامة أيضا بقرار انتقال النيابة العامة وخبير الأدلة الجنائية لمعاينة غرفة المراقبة، وكان القرار الأخير من قرارات النيابة العامة بشأن هذا الحادث هو التحفظ على سائق البرار واستجوابه لفحص تعاطي المخدرات إذا كان بيتعاطى من عدوى. ما زلنا مع حضراتكم الآن من يعني موقع الحادث بقرية موسى بعد شريط السكة الحديد تحديدا بعد تصادم قطارين، قطار النوم وعربة القوى بعربة القوى، ونزلوا العربتين داخل ترعة الإبراهيمية داخل المياه وبالركاب طبعا، وده أدى إلى أسفر عن عدد من المصابين، وأيضا يعني حتى الآن حالة واحدة حالة وفيات. بنتابع معكم خلال اللحظات القادمة هل في عدد وفيات أكثر من شخص، وأيضا عدد المصابين، واللي بيتم تحديد نوع الإصابة بتاعتهم الآن من يعني عمقها وسطحيتها من قبل الأطباء داخل مستشفى المنيا العام ومستشفى المنيا الجنوبي. بنوافيكم خلال اللحظات القادمة بعرض التفاصيل بشأن التحديثات في هذا الحادث بعد اصطدام قطارين داخل محافظة المنيا وتحديدا قرية موسى. أنا كنت معكم من خلال هذا اللايف من داخل محافظة المنيا موقع المصر، شكرا للمتابعة.